موضوع برضو أثار اهتمام كبير في الكام يوم اللي فات، ويمكن الصورة اللي رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوها بينهم وبين بعض لي شفتها كتير جدا الحقيقة من أول امبارح، طوابير طويلة على صلاة عرض بي ام دبليو ميني على مدار الكام يوم اللي فات، وزي ما حضراتكم شايفين في الصورة زحام، توافد ناس كتير على العملاء. ده أول يوم على فكرة كان يفتح باب الحجز لعودة بي ام دبليو طبعا الشركة الألمانية الكبيرة لمصر من خلال الوكيل جلوبال أوتو، بعد انقطاع من سنة 2018 خرجت بي ام من السوق المصري وكانت خسارة كبيرة. احنا معانا دلوقتي الأستاذ محمد أنديل الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال أوتو للسيارات، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. الحقيقة شفنا عملتوا قلبان في السوق المصري بالعربيات يمكن من يوم أو يومين، يعني مش مدة طويلة. شفت بقى إيه رأيك في الطوابير، وشفت حالة الإقبال الكبيرة من الناس على الحجز في أول الساعات إزاي؟ أستاذ محمد حضرتك معانا؟ الصوت مش واضح يا فندم. حضرتك يا سامعني بشكل أوضح؟ أستاذ محمد أنديل شوية. ايوه كده افضل شويه. افضل شويه. طيب برحب بحضرتك اولا، اهلا وسهلا بك معانا. ويمكن الصوره اللي قلبت الدنيا فكره الطوابير والحجز في الساعات الاولى اول ما فتحتوا الحجز، والناس بدات تتدفق على منافذ الحجز وشركه جلوبال اوتو. اول حاجه حضرتك شفت الاقبال ده ازاي قبل ما نتكلم عن اهميه عوده بي ام للسوق المصري؟ هو الإقبال بشكل أو بآخر كان متوقع، ولكن الأعداد زادت شوية عن التوقعات بتاعتنا، لكن ده شيء متوقع طبعا لأن الماركة مختفية من السوق بقالها سنتين تقريبا، بالإضافة طبعا لأنه ليها تاريخ عريق في مصر. الشعب المصري بشكل عام بيحب الماركة بتاعتنا بي ام دبليو ميني، وبالتالي كان الإقبال متوقع يعني، وإن كانت الأعداد زادت شوية. هي زادت فعلا، احنا شفنا الطوابير والناس حتى على السوشيال ميديا بدأت تتساءل وتتداول الصورة. طيب أهمية رجوع بي ام دبليو للسوق المصرية بعد انقطاع أو بعد بداية تعثر من 2018، ده قد إيه ممكن يحرك سوق السيارات في مصر، وأهمية انفتاح السوق المصرية مرة تانية لشركة كبيرة زي دي؟ لو أنا سمعت السؤال بشكل صحيح، طبعا أهمية وجود ماركة زي بي ام دبليو في السوق المصري أهمية قصوى. هي ماركة من الماركات العالمية المعروفة ذات السمعة الكبيرة جدا، ولا يجوز إن هي ما تبقاش موجودة في سوقنا، في سوق زي مصر. ده نقدر نقول إن هو عودة المنطق يعني، لازم تكون موجودة. معلش أنا آسف ما سمعتش بأي سؤال. لا لا خالص، في نفس الاتجاه أنا فعلا كنت بسأل حضرتك عن أهمية الرجوع، خصوصا بقى وأنا شايفة برضو أو حسب التصريحات اللي تابعتها لحد النهاردة أنتوا شغالين على أكتر من اتجاه دلوقتي، العربيات الكهربائية، العربيات الرياضية، في أكتر من لاين، وفي اتجاه لمسألة مهمة قوي ده برضو أنا حابة أركز عليه، فكرة النية لإنتاج أكتر من 10,000 عربية من أول يناير 2023 في السنة. الرقم دوت وأهمية ان يكون عندنا التحريك دوت للمياه الراكده في السوق المصريه وفكره الانتاج مره ثانيه. واضح طبعا ده شيء نحب ان احنا ناكد عليه تاني، عوده التصنيع لبي ام دبليو في مصر، وده خبر مهم جدا انه مصنع بي ام دبليو في جمهوريه مصر العربيه هيبدا او هيرجع للتصنيع ابتداء من شهر يناير القادم. وده خبر اعتقد يهمنا بشكل عام كمصريين في المقام الاول طبعا، بالاضافه طبعا لوجود كل منتجات بي ام دبليو بشقايها السيارات الام الرياضيه والسيارات الكهربائيه بالكامل. بي ام دبليو تعتبر من الشركات الرائده في صناعه وتصنيع السيارات الكهربائيه من حيث التصنيع ومن حيث النوع هاو. بتقدم بي ام دبليو عربيات جديده فيها تكنولوجيا راقيه جدا من حيث السيارات الكهرباء، واحنا ملتزمين الحقيقه بتقديم هذا الكلام في السوق المصري. المستهلك المصري يستحق ذلك يعني، وده يتماشى مع توجه الدوله في استخدام السيارات الكهرباء في معظم وسائل المواصلات.
جميل جدا، والحديث عن المصنع وعن زيادة الإنتاج وعودة بي أم ده شيء يسعدنا جميعا. لكن أسأل حضرتك سؤال، يعني ما قيل أنه تم يعني تقديم أكثر من 2500 طلب في يوم واحد، هل تعتقد أنه حضراتكم قادرين توفوا هذه الطلبات؟ لأنه قيل كمان أنه معظم من تقدموا، عشان الناس تبقى الصورة واضحة قدامهم، معظمهم من التجار الراغبين في الحصول على السيارات وإعادة بيعها مرة أخرى بأسعار مختلفة، مستغلين أن حضراتكم يعني عملتوا حالة من الإحراج العام لبقية شركات السيارات نتيجة الأوفر برايس وغيرها. فهل هتقدروا حضراتكم تطوفوا بكم هذه الطلبات مع وقف الاستيراد ولا لا؟ احنا حضرتك ملتزمين بأن احنا نرفي طلبات العملاء، ولكن عايز هنا أدقق الكلام وأقول احنا ملتزمين بتلبية طلبات العملاء الحقيقيين لبي ام دبليو. لن ندعم عملية التجارة بشكل أو بآخر ولن ندعم لكن 2500 متقدم، هتقدروا توفروا 2500 عربية؟ هو الرقم مش دقيق يا فندم، ولكن طب كام الرقم الحقيقي؟ متواجدة بي ام دبليو في السوق من فترة كبيرة، أكثر من 20 سنة، وعندنا تصور لحجم السوق الحقيقي، وده اللي احنا ملتزمين بيه في الحقيقة. كل ما هو يطلق عليه عميل بي ام دبليو هنلبي طلباته بإذن الله بدون أي مشاكل على الإطلاق. بنحاول إن احنا نتصدر طب هو حجم ما انت قدمه بالطلبات قد إيه؟ لأنه الناس بتسأل على السوشيال ميديا، الطوابير طويلة، فالناس بتسأل هي الناس دي كلها معاها فلوس ولا دول تجار؟ وما تبين من كتير من المناقشات اللي تم سماعها أنه جزء كبير منهم تجار بيستغلوا الموضوع عشان إعادة البيع مرة أخرى. إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟ احنا الحقيقة بصدد البدء في عملية الحجز من خلال الويب سايت بتاع الشركة، وده هيسمح لنا ان احنا نؤكد و تعيد توجيه الحجوزات للعميل بتاع بي ام دبليو بشكل خاص وبشكل محدد، حجز مستهدف يعني لعملاء بي ام دبليو والجديين في الشراء، والبعد تماما عن ظاهرة الأوفر برايس لأنها شيء طبعا غير مرغوب فيه في السوق المصري ولا يؤدي إلى أي نوع من أنواع المنافسة الحقيقية. طيب خليني برضو أسأل حضرتك عن نقطة، بما أن احنا هنبدأ الإنتاج في يناير، بكورة الإنتاج ده متوقع تبقى إمتى العربيات؟ لأنه 10,000 عربية ده رقم في السنة طبعا، رقم من شأنه أنه هو يحرك الأمور في سوق السيارات. إمتى نتوقع أول إنتاج؟ والأنواع برضو مسألة مهمة لو حضرتك تقول لنا. الحقيقة أنواع العربيات اللي هتنتج في مصر هي الـ X3 والـ X4 والـ X5 والـ X6 والـ X7. الـ X5 والـ X6 والـ 7 والـ 4. أيوة، هي الفئات الـ SUV. والحقيقة بداية الإنتاج، المصنع هيبدأ يشتغل في شهر يناير، ومن المتوقع يبدأ يخرج سيارات في شهر فبراير. وده دي خطط خلاص مؤكدة مع الجانب الألماني. ونتوقع إن شاء الله إن احنا نتطور بشكل مضطرد كل شهر يعني. طيب حلو جدا. عايز اسال حضرتك برضو عن اسعار اهم الانواع او يمكن الموديلات اللي حضرتك ذكرتها، واحنا السوق متشبع بفكره الاوفر برايس ويعني خلاص غرقان بالحكايه دي. دي نقطه. ونقطه تانية كمان، سمعت ان انتوا هتوفروا خدمات بقى صيانه وخدمات للعربيات وللعملاء في اول فتره، فتحكي لنا عن الجزئيه دي. أنا الحقيقة في المؤتمر الصحفي بتاع الشركة أعلنا عن إنه كل عربياتنا اللي هنبيعها هيكون معاها 5 سنين ضمان وثلاث سنين خدمة مجانية. خمس سنين ضمان وخدمة مجانية. أيوة. وده التزام مننا من شركة جلوبال أوتو تجاه المستهلك المصري، عشان كده أنا كنت بتكلم من شوية إن إحنا بنحاول قدر المستطاع نستهدف المستهلك بشكل محدد. المستهلك اللي هو من يرغب في قيادة سيارة بي ام دبليو، اللي هو مش التاجر يعني. بنقدم له بنحاول ان احنا نقدم له يا فندم مجموعة خدمات مميزة جدا تليق بالعميل اللي بيشتري بي ام دبليو وتليق بالمستهلك المصري بشكل عام. وبالتالي احنا بنحاول نستهدفه بشكل محدد عشان نقدر الخدمات دي تكون موجهة في الاتجاه الصحيح.
دي مسألة مهمة جدا. طبعا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا للأستاذ محمد قندير رئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال أوتو للسيارات. تطور كبير بهم كل المعنيين بسوق السيارات في مصر اللي تشبع من فكرة الأوفر برايس وتشبع من فكرة الركود وتعب من فكرة عدم وجود السيارات. وتعليقا على الجزئية انت بتتكلم فيها حسام، يمكن في ناس فعلا كتير سألت على السوشيال ميديا، هو كل الناس دي معاها فلوس؟ هي كل الناس رايحة تحجز بي ام؟ من المنطلق ده الصراحة بيبقى انا عشان اكون بس انا اختلفت تماما مع وجهه النظر دي الصراحه. اصل اللي بيركب العربيات دي هم فئه معينه، يعني قد تتضرر قليل لكن مش زي تضرر بقيه الاشخاص، وهي حريه شخصيه. ده سوق سيارات شيء ومهم وجود مركز زي السوق بالزبط. واي شيء يبقى فيه صناعه ويبقى فيه فرص عمل ويبقى فيه شغل انا اشجعه بقى بصراحه، ان كان فئه منتج غالي او سعره قيم او لا. فيعني ده موضوع مهم كان نلقي عليه الضوء مع حضراتكم.